يعني رغم ساعات ليكم، لكن الدنيا كده يوم مر ويوم حلو، والبقاء لله في اللي حصل، و وعمر الأغنية ما هتقف. بس انتوا كشباب صغيرين ابتديتوا تدركوا التاريخ شوية. التاريخ طويل، هو مش طويل قوي، بس في مصايب بتحصل. المصايب لم يتهم بيها أحد خالص على الإطلاق، عشان نعرف الحقيقة. المتهم الأول والحقيقي هو الجهل. هيرضى لنفسه إن يعيش سلسلة من الجهل؟ مش هينفع. بكرة هيبقى فيه طيران بايظ، بكرة فيه قطر بايظ، فيه أتوبيس، فيه عجلة، فيه بسكليتة، فيه أي هباب. مش عايزين نرضى لنفسنا إن احنا نكون أقل الناس وأقل الشعوب. نحاول بقدر الإمكان إن كل واحد في مكانه يبذل مجهود. احنا في ظروف يعني صعبة على الأمم. يعني مش عايزين يتقال بعد 800 سنة بعد 600 سنة إن مصر كانت سنة كذا وكذا وكذا، كان فيها مشاكل من الجهل وعدم التعليم وعدم. أنتوا الوحيدين القادرين، مش قياداتنا بس، أنتوا بس اللي تقدروا تحلوا المشكلة دي. المشكلة العلم. الجهل هو اللي هيحارب المرض، هيحارب الصحة، هيحارب الفساد، هيحارب كل شيء. فنتفق مع بعض إن احنا لازم نحط في ذهننا أن عدونا الحقيقي هو الجاهل، وإحنا مش هنرضى لنفسنا ولا لشعبنا إن احنا نبقى شعب جاهل. بتحصل مع أجدع المزيكاتية والمغنين في العالم. أنا بقالي 48 ساعة فعلاً عايش. يعني هنرجع تاني لنفس الكلام اللي ابتديت بيه الحفلة. ما تنسوش الكلمة اللي أنا قلتها لكم، عدونا الوحيد هو الجاهل. نور عاشور الموسيقي المصري العظيم حارب الجهل. النهارده وامبارح توفى والده، لكن هو مش جاي السله النهارده، هو جاي يأدي دور. فيعني البقاء لله لنور برضه، واللي حصل ربنا يرحم والده ويتغمده بفسيح جنته ان شاء الله. ودي سنه الحياه. انا اخواتي ماتوا وكنت بغني لكم برضه لو تفتكروا، كنتوا صغيرين وفي فيكم اللي كان كبير معرفش. شكرا نور، والبقاء لله باسمي وباسم اخواتك كلهم.